عمنا صالح عنتر، اتفضل يا استاذ صالح. مساء الخيرات. مساء الفل. تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر ولكل متابعينك. الحمد لله يا استاذ صالح، عايزين بس الناس تتحملنا وتساندنا وتشير صفحه تحيا مصر ولايكات علشان ننجح في تجربتنا. انت مسهرني اهو، بص الساعه كام دلوقتي هنا؟ الساعه داخله على 3. احنا وانا صاحي وعندي شغل الصبح. والله بنحاول نطور من نفسينا، سامحونا على اي تقصير. لا والله زي الفل. وبعدين وانت على اللايف كان عبقرين وطالع معاك وزي الفل. حبيبي اتفضل. انا بس هتكلم بصفتي مشجع للنادي الاهلي. اتفضل يا فندم. ومشجع درجه ثالثه. اتفضل. فاعذرني على بعض الالفاظ، يعني مش تبقى الفاظ سيئه ولا حاجه. لا قول قول اللي انت عايزه، انا عارف انك انت راجل محترم وفي حدود اللياقه. طيب انا بس تصريح مستر كارتيرون امبارح بتاع تليه تصريحات تاني النهارده امر من امبارح. لا انا بس هرد عليه، بس رد صغير جدا بسيط جدا جدا. الراجل امبارح اتكلم وقال والله انا لو كنت مدير مباراه افريقيا كانت النتيجه هتتغير والاهلي كان مكتمل الصفوف وما شابه ذلك. طيب انت ادرت مباراتين في الدوري، النتيجه ما اتغيرتش ليه؟ يعني ابسط رد خالص، انت اتغلبت ماتشين في الدوري، الدور الاولاني والدور الثاني. مظبوط ولا انا غلطان؟ غلبت الدور الاولاني وتعادلت الدور الثاني. مظبوط. الو، ما هو ده اللي ما هو ده الناس اللي قالت بفوت ردوا عليها، ردوا على الاخوه دول وقالوا لهم طب لما احنا بنفوت ما فزتوش انتوا ليه؟ لا لسه التفويت يا ريس، لسه كمان التفويت، يعني رد التفويت بحاجه ثانيه. تمام. بالنسبه للتفويت مثلا، في عهد ماني والجوزيه الزمالك والاهلي اتقابلوا 20 مره. اوكي؟ اتغلبوا 15 وتعادلوا 3 وفازوا 2. يعني الزمالك فاز على الاهلي مرتين في عهد جوزيه واتغلب 15 مره وتعادل 3. ماشي. كان بيفوت للاهلي؟ يعني كان الزمالك بيفوت للاهلي في الفتره دي ولا ايه؟ معرفش والله. نتائجك معايا هي اللي بتتكلم، يعني انت خليك في نفسك وفي لعبك، بلاش حاول يعني الشغل بتاع الضغط على الفرق الثانيه دوت، وان انا اصدر للاهلي مشاكل. النهارده الاخ الكابتن خالد الغندور طبعا انا اكمل له كل احترام، لكن يا اخي اتقي الله في الناس، اتقي الله في الجماهير اللي بتتكلم عليها دي واتكلم معاها. ما يصحش. مالكش علاقه انت بالاهلي، خليك في فرقتك، والافضل انك تبص لفرقتك عشان تنجح. صح. وبعدين الكابتن رضا عبد العال، معلش بعدين انك بس يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. الكابتن رضا عبد العال، الكابتن رضا عبد العال تاريخك التدريبي ايه؟ صفر. يعني معلش انت من ضمن المدربين الفشلة على مستوى مصر. من ضمن المدربين مالكش تاريخ كتدريب، انت كلاعب كنت لعيب هايل، كنت نجم النجوم. عدي صوتك شويه بس يا استاذ صالح. بقول لك كلاعب كان لعيب هايل، كان نجم النجوم، انما كمدرب مثلا اما اجي انتقد موسيماني او انتقد اي مدرب في الدوري محقق نتائج، انت نتائجك اللي انت يا استاذ صالح، انا شايف ان دي عقد نفسيه وربنا يشفي اصحابها. يعني تصريح كارديرون منذ دقائق تصريح غريب وينم على نقص كبير، ودول عيب انهم ينتموا النادي كبير، ودي مشكلتي معاهم انهم مش عارفين يفهموا ان انا بتكلم عن قيمة نادي عظيم اسمه الزمالك وهم يقدمون منه. بص كارديرون قاليها، بص كارديرون قاليها، ان انتهى زمن الرجوع للاهلي وبيجي لي عروض من اندية كبيرة بس انا اخترت اكبر وانجح مع الزمالك. يا عم انتهى زمن الاهلية، انت الاهلي مرضيش يحرجك ويقول لك انه مشاك مطرود بسبب تحايلك، وضيعت وليد ازارو وضيعت الفرقه. مع احترامي طبعا لمستر كارتيرون على راسي وعلى عيني الكلام ده، بس انا اشك ان هو التصريح ده اتقال على لسانه. لا يا بيتا، لا 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 لا، ما تشك ازاي في الجول. يعني ممكن تكون الترجمة غلط. لا 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 لا، في الجول هو الراجل عاوز حجمه كويس مع الأهلي أول. لا 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 لا، عاوز حجمه كويس مع الأهلي في الجول يا بيه. يعني على رأي الكابتن عدلي القيعي برضه تصريحات قال الكابتن عدلي بيقول لك نادي محتاج نقطة عشان يقعد، يفوت للأهلي إزاي؟ مثلا يعني مثلا يعني المقاولين كان في أرض نقطة، المقصة عايز يأمن، مين يفوت لمين يا راجل؟ طيب
انا بس قلت لك قبل كده في مداخله ليا ان في فرق اثنين ضوئيه ما بين الاهلي وبين اي فرقه ثانيه في مصر ويمكن في العالم العربي كمان. سنين ضوئيه، فرق سنين ضوئيه ما بين اداره وما بين لعيبه وما بين امكانيات. وانت كل يوم بيصدر لك المشهد حاجه جديده، لعيبه الزمالك عندها امكانيات ومش عارف ايه افضل من لعيبه الاهلي. الجون بتاع مجدي قفشه ده شيكابالا جايبه من 10 سنين، خدت بالك؟ مع ان لو رجعت بالتاريخ هتلاقي خالد جدالله برضه جايب جون من نص الملعب من يجي 30 40 سنه، من 30 سنه مثلا. من نص الملعب جايبه خالد جدالله واحلى من كده بكتير. على فكره كلام كارديرون مع سيف زاهر، طلعوا لنا يا جماعه واحنا مع الاستاذ صالح انتر، اهي التصريحات وصلت اهو، والاستاذ علاء بحتهن على اون سبورت حاليا، والاستاذ علاء طالب المداخله تاني علشان خاطر يعلق على هذه التصريحات وهنروح له. سلمنا على علاء، علاء ده اجدع زملكاوي على فكره، مع سيف زاهر صوتا وصوره. مع سيف زاهر صوتا وصوره. واحنا وصلنا يا ريس، مفيش مشكله. حتى لو قال الكلام دوت، يعني حتى لو قال، لو كابتن قال الكلام ده، في يعني في حاجه غلط في الـ في الـ في في اداره القناه نادي الزمالك، في حاجه غلط مش طبيعيه. لا ما هو ده مع سيف على قناه كمان، ما نظلمش القناه على طول. لا لا لا، خلي سيف، وخلي كابتن سيف زاهر، وخلي الكابتن في تصريحاته مفيش مشكله فيها. انا بتكلم على التصريحات اللي بتطلع كل يوم، كابتن خالد الغندور كل يوم بيوجه تصريحاته بشكل يسيء ليه هو شخصيا قبل ما يسيء لحد تاني. اشكرك. ما ليش علاقه بالاهلي يا اخي، يا خليك في النادي بتاعك، انت مالك من الاهلي. اشكرك يا عم صالح. ما تخافش سيرتك. اشكرك شكرا جزيلا يا عم صالح. ملحوظه اخيره بس يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. كل اللي بيحصل ده، بيحاول يصدر لك ضغط لاداره الاهلي ولاعيبه الاهلي عشان يلهيك عن الدوري والنتائج، تبدا ترد عليه. وافضل رد على الناس دي هو السكوت، والله والله افضل رد تجاهل، التجاهل تماما. بشكرك يا عم. تحياتي حبيبي. شكرا جزيلا.